وجود الملوثات البيئية الحقيقة هي مصدر مزعج كبير للجميع. لذلك في شتاء تالوت اليوم إن شاء الله حملتنا للتعاون الجميل الحقيقة مع بلدية تالوت اللي من أول يوم وصلنا لهم لأجل هذا الموضوع كانوا مستعدين وبالفعل أثبتوا استعدادهم. سمو الأمير الشرقية وحافظ القطيف، احنا نتواصل من نجاح إلى نجاح في تحويل جزيرة تالوت إلى جزيرة سياحية سترى أعمالها الضريبة في المنطقة. أنا في دمي حبه سرى يسقي هوانا سقي والله يا يبا يا يبا يا يبا يا يبا أنا في دمي حبه سرى عند إشارة في دمي حبه سرى